مدينة القنيطرة. انتظار صفية الحكم خالد النيش وتطالق المقابلة. كما قلنا تجمع ما بين التحدي الرياضي القنيطرة ونادي بني بوعيش هنا في قاعة حدب مدينة القنيطرة. جيد يتقدم قاسم قاعة من الصداق مفتر صالح بني بوعيش مواجهة التعزيز مجدوب بوعياش. أولى أهداف المقابلة لصالح بني بوعياش عن طريق اللاعب عبد الحميد بالقاسم. كانت مرتدة خطيرة، ثلاث لاعبين في مواجهة لاعب وحارس. تعزيت سعيد تعزيت العقل غيموال ممتازة من العقل، لكن بالقاسم دائما بشكل متميز. كانت ممتازة من الحمد والكيسان بسرعة عند بولوالب. بولوالب ما كانش يقف في اللقطة الأخيرة والكيسان القاسمي بسرعة من الكيسان عند القاسمي وتعديل النتيجة من جانب التعدي الرياضي القنيطري. مقطوعة من إلياس صداق مرتدة لرافو صداق، لكن العالمي ممتاز كافيو بولوالب بالقاسم في مواجهة العالمي بالعريضة كدع وكدع في مواجهة إضافة الهدف. مقطوعة من كافيو بسرعة عند بولوالب، كان عند رافو غيزد بسرعة العالمي والثاني لصالح عايش بوعياش عن طريق بالقاسم في الشوط الاول او في الشوط الثاني. فيصل والعالمي في العريضه داس بالوالب غيتقدم داس ممتاز وجناح في المره الاولى وخارج الاطار في المره الثانيه. أشرف أوزلاف في المقعد الأولى وخارج الإطار في المقعد الثانية ودات فرصة تسديد ممتازة. قاسمي بالوالب غيتقدم بها بالوالب ممتازة. الثاني لصالح التحدي عن طريق عثمان بالوالب من الزاوية الصعبة أضاع الأولى لكن لم يضيع الثانية. التعادل هدف المقابل هدف ما بين التحدي الرياضي القنيطري ونادي بني بوعياش من الزاوية الصعبة. سعيد صراع مع ممتاز سعيد من نفس المكان ديال هذا التعادل الثالث لصالح التحدي من نفس المكان اللي سجل منه الوحش بالوالب. سعيد تازيت كيعود وكيسجل الهدف الثالث لصالح التحدي. كيتقدم 3-2 على حساب نادي ايت بوعياش. رافو لعقبي ممتاز التغطيه مجذوب قتاليه كبيره من لعقبي في اللقطه الاخيره وكيحافظ على الشباك ديالو كيستمر تقدم التحدي 3-2 على حساب نادي ايت بوعياش. وجات عند الياس صداع قاسمي والكيسه لكن ضاعت بالوالب. قاسمي وجه لوجه عطاه على طريق من تابع زكريا والكيسان، لكن نجم اللقاء حتى الان هو الحارس اشرف اوزلاح ايت بوعياش. المشوب بسرعه عند الياس صداق ممتازه كانت ممتازه من الياس صداق. مواب اليمنى ستر باليسرى والعالم يحاول يتصدى لها لكن لمست احد المدافعين بطريقه جميله كيعدل النتيجه. الياس صداق الياس محمد مجدوب طويله عند بالقاسم العالمي ممتاز كان ممتاز في اللقطه الاخيره. تالق اشرف اوزلاح كيقابلوا تالق عثمان العالمي بولوان رافو اليعقوبي بالقاسم رافو الرابع لصالح بني بوعياش. الهدف الرابع لصالح بني بوعياش عن طريق مصطفى رافو مرتدة سريعة هنا وهناك رافو الياس ورافو. الرابع لصالح ايت بوعياش التقدم 4-3 على حساب نادي التحدي. تراجع الحول محاولة اللعب على المرتدات من جانب قوية ممتازة من حمزة عاقل من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد. أشرف أوزلاح بأداء متميز لكن بدون أي رد فعل في اللقطة الأخيرة. ربع ما بين التحدي وبوعياش.
لعقة في الزاوية الصعبة، في الزاوية الصعبة بدون أي رد فعل من الحارس أشرف أوزاح، نجم اللقاء لكن فيصل في العريضة كانت قوية ممتازة من طويلة عند الوالب مقطوعة، ونهاية المباراة ونهاية المباراة نهاية المباراة التعادل الإيجابي 4-4 ما بين اتحاد رياضة قنيطري ونادي أسبوعية هنا في قاعة مدينة القنيطرة. كما قلنا مقابلة حقيقة جد متميزة، انتهت التعادل 4-4 ما بين التحدي ونادي أسبوعية. كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبور المدينة القشيني.